شنتيا حصلت على أعلى معدل بثانوية بمعدل 17.62 بتقدير جيد جدا، وهذا النجاح كان بفضل العمل والمثابرة وقبله وبعد بفضل سبحانه الله سبحانه وتعالى وبفضل أوليائي. أنا طالبة حقيقي أمل من شعبة رياضيات من ثانوية الأخوين بالقسمي، وتحصلت على شهادة البكالوريا، وكنت لم أكن أتوقع هذا المعدل وكنت أتوقع أكثر، لكن خيفت أملي بمعدل 14.74. أنا الطالبة حقيقي نجات المولودة بتاريخ 28/4/2000، حصلت على معدل 13.28 من شعبة أداب وفلسفة. اللهم اشرف هذول البنات، أنا مشرفين بهم وفرحوا ولاد حقيقي وشرفوا بنا، ونطلب لهم النجاح 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 ألف نجاح إن شاء الله. بالنسبة للمرتبة الأولى كانت تحدي بالنسبة لنا، لأنه الجهة ككل هي جهة ريادية وتنافس على أشده بين ثانويات الجيش الشرقي. أنتم تعلمون أنه ثانوية الشرفية وثانوية عشعش القديمة والجديدة وكذا خضرة، وأولاد بوغالم تتنافس بشراسة على مرتبة أولى. السنة هذه طبعا بمساعدة الفريق التربوي، خصوصا زملاء الأساتذة اللي عندنا طاقم تربوي شاب، دون أن ننسى المجهودات المبذولة من قبل الطاقم الإداري الذي يسهر على تأطير التلاميذ، وهذا الطاقم الإداري ميزته هم أبناء المنطقة. تحصلت على أول معدل في مؤسسة محمد باشا محمد بنقطة 16.88. صراحة أنا جد مسرورة، وأشكر للطاقم التربوي كذلك الأساتذة.